السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إخواني الطلبة في محاضرتنا العملية لهذا اليوم. هذا اليوم راح ناخذ تجربة جديدة اللي هي التجربة الثامنة. بهذه التجربة راح نتناول الـ Modeling and Simulation of PID Speed Controller for Series Connected DC Motor. نحن في المحاضرات السابقة تناولنا تصميم نموذج للـ PID Controller الخاص بالتشغيل للاكسايتد سبريت اكسايتد دي سي موتور، ومحاضرة سابقة اخذنا ايضا الشنت كونكتد دي سي موتور. واليوم استكمالا لنفس هذا النهج راح ناخذ التصميم للبي اي دي كنترولر يسيطر لي على السرعة للسيريز كونكتد دي سي موتور. اذا غرض تجربتنا اليوم بالاوبجكت راح يكون هو انه احنا نصمم البي اي دي كنترول سبيد كنترولر للسيريز كونكت دي سي موتور، ونعمل له نموذج، وبعدين راح نسوي تشغيل لهذا النموذج او نسوي له سيميليشن على شروط معينه راح نتحكم بها حسب الشيء اللي احنا نرغب فيه. بالجزء النظري لهذه التجربه راح نتكلم اول شيء بالبدايه عن الدي سي سيريز موتور ونذكركم ببعض التفاصيل عنه. فيتكلم هنا بالبدايه نقول انه هو عباره عن محرك. هذا المحرك مشابه لكل انواع المحركات اللي تعتمد على تحويل القدره الكهربائيه الى قدره ميكانيكيه. عمل هذا المحرك راح يستند بالاساس على الالكترومغناطيك برنسبل، التحويل يعني خلينا نقول المبدا الكهرباء والمغناطيسيه اللي راح يصير بين اللفائف وبين التيار راح يمر بهذه اللفائف وما يتولد عنها من قوة مغناطيسية، قوة دافع مغناطيسية. إذا تلاحظ أنه الشيء اللي راح يميز السيريز كونكتد دي سي موتور هو أنه الملفات مالت الإكسايتر أو الماجنتيك فيلد راح تكون مربوطة على التوالي مع ملفات الأرميتشر أو الملفات اللي تولد لي الحركة بالمحرك. فلهذا الربط أو هذا الكومبينيشن راح يعني يؤدي لي الى ظهور خصائص تخص هذا النوع من المحركات عن غيره. اذا نلاحظ هنا الان بهذا الشكل، نلاحظ انه التغذيه اللي اجي اغذيها انا لهذا المحرك الدي سي فولتج سورس راح تؤدي لك الى انه يمر تيار خلال هذه الدائره المغلقه. هذه الدائره المغلقه مكونه من لفائف الفيلد ولفائف الارميتشر المنتج، وبالتالي فانه بما انه مربوط الان مثل ما تلاحظون على التوالي، فمعناته نفس التيار راح يولد لي الفيض المغناطيسي هو نفسه راح يكون التيار راح يولد لي الحركه بالارميتشر او راح ينتج لي الحركه بالارميتشر. فهذا الشيء لازم ننتبه له بالسيريز كونكتد دي سي موتور. اذا لاحظ المعادلات اللي تخص العزم بهذا المحرك دي سي سيريز كونكتد موتور تورك، فالعزم راح يكون هو عباره عن الفلكس في الارميتشر كارنت، الفيض المغناطيسي اللي راح يتولد نتيجه هذا المجال مضروب بالتيار اللي راح يمر بالمنتج. هو هذا راح يكون يعني مسؤول عن توليد العزم بهذا المحرك. الفلكس هذا القيمه الميكانيكيه احنا ما نحبب انه نتعامل وياها كمهندسين كهرباء، انما نتعامل مع قيمه كهربائيه محسوسه بالنسبه لنا اللي هي الاي اف اللي هو التيار اللي ولدها. فاذا معناته انه نقدر نقول ان التورك راح يساوي لي الاي اف في الاي اي، الاي اف في الاي اي. زين، احنا اذا تلاحظ هنا بهذه الدائره مالت المحرك هي عباره عن دائره متواليه، يعني اللفائف للمجال هي نفس يعني مربوطه على التوالي مع لفائف الارميتشر، معناته ان التيار اللي راح يمر بهذه اللفائف الاثنين هو نفس التيار. فاذا راح نقول انه الاي اف هو نفس الاي اي او يساوي لي الاي اي، وبالتالي راح اوصل لهذه المعادله اللي هي تقول انه العزم راح يتناسب او راح يساوي لك تقريبا ضعف او العفو يعني الاي اي اس 2 او سكوير للاي اي مربع الاي اي. هذا الشيء اذا تلاحظ راح يؤدي لك انه يكون العزم جدا حساس لتغير الاي اي او التيار الارميتشر او التيار راح يمر بالدائره بصوره عامه. فاي تغيير بي راح ينتج لك تغيير عالي جدا بالعزم، لذلك فيكون دائما المحرك الدي سي السيريز كونكتد والمربوط على التوالي
يكون دائما التشغيل يعني مالته لازم يشترط انه يكون انت تشغله على اللود كونديشن تحت الاكتيفيتد لود كونديشن، ومستحيل او خلينا نقول غير المسموح انه انت تشغله على حاله النو لود، لان تشغيله على حاله النو لود راح يؤدي لك الى انه يقفز الى سرعات عاليه جدا، قد تكون خطره، قد تؤذي المحرك نفسه وقد تؤذي ايضا العاملين المحيطين بالمحرك او بالمختبر. فهذا هو الصفه اللي تواجد او خلينا نقول مهمه بالنسبه للسيريس كونكتد موتور، لان هذا مثل ما اخذنا احنا بمحاضرات النظريه اذا تذكرون الشكل مال العلاقه بين العزم والسرعه، راح نلاحظ انه هذا المحرك راح يولد لي عزم عالي جدا عند بدء التشغيل، ولكن هذا العزم راح يتناقص ويقل كل ما زيدنا خلينا نقول الحمل على هذا المحرك. لذلك دائما نشوف انه سيريس كونكتد دي سي موتور يعني هو مو ماكينه يعني تستعمل للعمل المستمر، انما يعني لها اماكن للعمل لتوليد عزم عالي بالبدء، وبعدين بعدها بعد ما يعني تستمر العمليه في الدوران للمحرك او تستمر العمليه مثلا بالتحرك، راح ننتقل مثلا قد يكون من هذا المحرك الى نوع اخر من المحركات، او ينتقل الربط مع المحرك نفسه هذا من السيريز يتحول الى الشنت او الى الكومبوند كونكتد دي سي موتور حسب الشيء اللي انت تحتاجه. لكن هو بصوره عامه الدي سي موتور نوع سيريز، يعني سيريز كونكتد هذا محرك غير مخصص للعمل بصوره مستمره. خلينا نجي الان نتكلم عن الجزء الثاني بتجربتنا لهذا اليوم اللي هو يخص البي اي دي كنترولر. احنا البي اي دي اخذناه بمحاضرات سابقه وتكلمنا عنه، وقلنا انه البي اي دي راح يعمل على الحساب او يدور على شيء سميناه الايرور سيجنال، وهذه الايرور سيجنال راح تتولد نتيجه الفرق او الديفرنس بين شيئين او بين خلينا نقول تو سيجنال. هذه الشيئين هي خلينا نقول القيمه الحقيقيه اللي مقاسه او البروسيس فاريبل، والقيمه اللي احنا نرغب انه يعني نثبت عليها المنظومه مالتنا. فراح يكون اكو عندي اشارتين، اشاره نسميها ريفرنس او ديزايرد سيت بوينت، واشاره نسميها الميجر بروسيس فاريبل او القيمه اللي احنا نقيسها بالمختبر في اي شيء طبعا للمحرك او غير المحرك. هذا الكلام الان بصوره عامه. هذه الاشارتين من اجي اوجد الفرق بيناتهم، القيمه الحقيقيه والقيمه اللي الافتراضيه اللي احنا نفترضها، راح تطلع عندي إشارة إيرور. هاي إشارة إيرور راح تدخل على مجموعة من خلينا نقول البلوكات اللي راح تحاول إن تسوي لي مينيمايز لهذه الإشارة، راح تحاول إن تقلل من هذه الإشارة بحيث إن تسوي قيمتها صفر. شنو معنى تقلل من إشارة إيرور؟ معناته إنه تخلي السيجنال الحقيقية تقترب من السيجنال اللي مفترضة، فلما تطرحهم راح يطلع عندك لما تكون مثلا تطرح قيمتي متساوية 5 ناقص 5 0، فتحاول قد ما انت تحاول تقترب منها بالقيمة الحقيقية تقربها الى القيمة اللي فرض فارضيها احنا او الرفرنس، راح تكون عندك هنا انت وصلت للشيء اللي انت ترغب به، وبالتالي الايرور سيجنال راح تكون عندك قيمتها صفر. اذا البي اي دي كنترولر راح يتكون من بالاساس من 3 اجزاء اللي هي بروبورشنال ايلمنت والانتجرال ايلمنت والدريفيتيف ايلمنت. هذه عناصر الثلاثه اللي يتكون من عندها البي اي دي كنترولر. طبعا هذه راح تكون مربوطه على التوازي، وكل واحد من عندها راح يكون الى كسب. كسب البروبورشنال راح نسميه كي بي، وكسب الانتجرال راح نسميه كي اي، وكسب الدريفيتيف راح نسميه الكي دي، اللي هاي خاصه بالكسوب للبي والاي والدي دي هذا الكنترولر. الشكل رقم 2 هذا بالاسفل يوضح لك الربط مالت البي اي دي كنترولر. احنا بمحاضره سابقه اخذنا الربط مالت البي اي، وبمحاضره سابقه ايضا اخذنا البي اي دي الجاهز كبلوك يعني جاهز من الماتلاب وسوينا له تيون. اليوم راح نبني احنا هذا البي اي دي بكل اجزائه الثلاثه بناء من البلوكات البي والاي والدي. بلوكات البي اللي هو عبارة عن جين، بلوكات الاي اللي هو عبارة عن انتجرال
إضافة إلى الجين وبلوك الديروفيتيف اللي هو عبارة عن بلوك مشتقة إضافة للكسب مالت الدي. راح نبنيها بناء مثل ما موجود بالصورة، وبعدين نجمع الإشارات مالتها وتروح على الإخراج اللي راح يروح بعدين يغذي للمحرك. الآن اللي راح يصير إنه بعد ما تضيف الإشارات هذه مالت الدي والآي والدي، المفروض شنو راح يصير عندك بعد ما تغذيها كفيدباك من الإخراج إلى الإدخال؟ اللي راح يصير بالإشارة راح يصير بالأداء عفوا المحرك، إنه راح يصير بـ improved أو تحسين مثل ما ذكرنا، بحيث إنه بالأخير تطلع عندك الـ error signal هذه، بتكون قيمتها هذه الـ error signal تكون قيمتها توصل إلى صفر، ويكون عندك الـ process variable أو measured process variable راح تكون مساوية لـ desired set point. إذا ننتقل للجزء الثالث من تجربتنا لهذا اليوم اللي راح نتكلم فيه عن البروسيجر مال التجربة. فالبروسيجر مال التجربة راح يكون كالآتي: احنا عندنا ماتلاب اللي انت تتعامل بيه، ماتلاب 2018 او ماتلاب 2013 او 12 حسب اللي انت منصبه على حاسبتك. راح تحتاج الى المكتبات الآتية حتى تجيب من عندها بعض العناصر. راح نحتاج مكتبة السيميلينك، مكتبة السينك راح اجي اخذ من عندها السكوبات اللي هي راح استعملها لتقيس بها التيار، مثلا تيار الارميتشر والفيلد وتيار والعزم الكهرومغناطيسي، اضافه الى السرعه والعزم مالت الحمل ايضا اذا تحب. اروح على مكتبه ثانيه اللي هي السيميلينك سورسز، راح احتاج من عندها الكونستانت والسكوب. بلوك الكونستانت اللي راح اجي استعمل بيه ادخل بيه السرعه الريفرنس، ادخل بيه قيمه الفي اي او الـ VF كثابت، ادخل بيه قيمة ايضا عندي بعد البلوك الثاني هو السلوب اللي راح ادخل بيه قيمة العزم. راح اخلي هذا السلوب من خصائص اللي فيه هذا البلوك، انه راح يكون عندك تعطي بداية عزم، وبعدين هذا ايش راح يصير سلوب يعني عزم مائل، راح يكون بي يعني زيادة اذا تحب او نقصان عن العزم اللي انت يعني وضعته. على اساس مثلا انت على سبيل المثال خلي الماكينه تشتغل على عزم خلينا نقول 2 نيوتن متر، وبعد الاستمرار بالعمل راح اشوف انت هاي 2 نيوتن متر راح تزداد بحسب سلوك معين انت تختاره ايضا داخل البلوك. فتشوف انه العزم هذا راح يزداد يصير مثلا 2.1 2.2 2.3 3 4 5 وهكذا، يزداد العزم بصوره تدريجيه مع العمل. فنشوف نلاحظ هنا مثلا حاله السيميليشن اللي راح نختارها انه شنو اللي راح يصير بالتغيير على السرعه مع زياده العزم. طبعا بحالتين هنا اللي راح نسويها انه احنا راح نستعمل هذا المانوال سويتش، مره نختار انه على الوضعيه الاولى التوب اللي هو راح نشغله بدون البي اي دي، بدون منظومه البي اي دي هذه، ومره ثانيه راح نشغلها على وضعيه السويتش على البوتن، ويكون عندك المرة بالتشغيل على منظومة الـ PID، إنه عندك السرعة متحكم بها عن طريق الـ PID كنترولر. فراح نجي ناخذ هذه الحالتين ونشوف حالة إنه العزم هذا المتزايد، عزم الحمل اللي راح يتسلط على الماكينة المتزايد، شنو راح يصير بهذا الماكينة مع وجود الـ PID وبدون وجود الـ PID. المكتبة الثالثة اللي راح نحتاجها هي مكتبة الكنتينوس، وراح ناخذ من عندها الترانسفير فانكشن، وراح ناخذ من عندها كذلك الانتجرال هذا، وناخذ من عندها العفو انتجريتر، وناخذ من عندها البريفيتيف اللي هو هذا موجودة ضمن مكتبة الكنتينوس من السيميلينك. مكتبة السيميلينك ايضا نروح على الماث اوبريشن، راح نحتاج من عندها الجين والبروتكت والسم والاد. الجين اللي هو تستعمله هنا لاضافة بعض العناصر، والبرودكت والسم والاد اللي نستعملها ضمن عمليات الجمع او الطرح اللي موجوده على بالموديل. واخيرا من مكتبه السيميلينك مكتبه السيجنال روتينج، راح ناخذ المانوال سويتش اللي هو هذا موجود هنا من هذه المكتبات اللي مذكوره الان هنا. راح تكون عندي اقدر اوفر كل العناصر اللي تشوفوها امامكم بهذا النموذج. احنا المحاضرة اللي سبقت استخدمنا النموذج الجاهز اللي توفره الى الماتلاب اللي هي الماكينة المستمرة، واجينا دخلنا القيم مالت خلينا نقول المقاومة مالت الارميتشر او محاسة الارميتشر، مقاومة المجال ومحاسة المجال ومحاسة النيوترال بين الارميتشر والفيلد، دخلناها الى داخل البارامتر مالت البلوك الجاهز مالت الماكينة الدي سي.
اليوم احنا راح نجي نعتمد على التصميم اللي احنا مصممينه سابقا بمحاضراتنا السابقه، اللي هو تصميم المحرك استعمال الترانسفير فانكشن، المحرك الدي سي سيريس كونكتد باستعمال الترانسفير فانكشن، المعادلات الخاصه بهذا المحرك. وراح نجي نصمم البي اي دي كنترولر لهذا المحرك بهذا الوضع. ف يعني حتى شوي يصير عندنا خبره مختلفه مختلف يعني الطرق للعمل مع الماتلاب. هذه هي الدائره طبعا بشكل رقم 3، الدائره اللي راح توضح لي النموذج الخاص بالعمل مال الدي سي كونكتد سيريز موتور مع البي اي دي. طبعا القيم اللي موجوده داخل هذه البلوكات كلها مدخلها انا كفاريبل، وبعدين راح اجي ادخلها هنا اخليها على حده وادخلها بعدين على الورك سبيس، او بعض الطلاب او بعض الاشخاص يعني يحبون انه يضيفوها كام فايل ويسوي لها رن كام فايل، وبعدين يجي ينفذ او يسوي سيميليت للنموذج انت باي طريقه تحب يعني. وبعض الاحيان بعض الطلاب يحبون يدخلوها مباشره هناك القيم، يعني بدل ما يكتب لنا هذه الرموز مثلا ال اي اف او ال اي اي راح يكتب القيمه مالت ال اي اف، لكن هذا شويه ما مرغوب في هذا الموضوع، لان انت لما تريد تجي تغير قيمه معينه فراح تحتاج انه تروح على البلوكات تفتحها بلوك بلوك وتغير هذه الامور. لكن لو انت مخليها كفاير الخارجي راح مجرد انه انت تغير قيمته بالورك سبيس او تغير قيمته بالان فايل وتسوي رن راح يشتغل على القيمه الجديده. الان بعد ما نشغل النموذج اللي عندنا ونختار البارامتر اللي مذكوره هنا بهذا التيبل، تيبل رقم 1، نختار قيمه ال ار اي مثلا 1.5، قيمه ال ال اي 0.12 هنري، قيمه ال في اي وال في اف، بما انه الان مربوطين الاثنين هم على يعني على التوالي وتغذيهم مصدر واحد فنختارهم 120، قيمه العزم هي 10 نيوتن متر، قيمه السرعه الريفرنس اللي راح اضيفها بعدين لما اجي ادخل ال بي اي دي اللي هي هذه نقصد بها هنا هذه، راح نختارها انه تبقى ثابته على قيمه ال 200 ار بي اس، قيمه ال بي لل بي اي دي راح تكون قيمته 20، الاي قيمته 5، الدي قيمته 1.8، الجي او العزم القصور هذا قيمته 0.02365 كيلوغرام بير متر سكوير، وقيمة الدامبينج فريكونسي دامبينج العفو فاكتور قيمته 0.0025، قيمة ال ار اف وال ال اف اف هي 0.7 اوم 0.03 هنري، قيمة الميوتشوال اندكتنس راح تكون 0.06 او 675 هنري، وقيمة السلوب والستارت تايم اللي مذكوره هنا ضمن هذا البلوك مال السلوك، هذا البلوك اللي راح نستعمله حتى نضيف العزم على الماكينه. قيمه السلوك هي 4، قيمه ميل يعني الزياده، ميل الزياده بالعزم، والستارت تايم قيمتها 5، يعني من الزمن 5 من الزمن 5 ثواني راح يبدي تزداد، يعني اولا راح تبدي الماكينه تشتغل على العزم الابتدائي اللي هو قيمه الجهد حددناه احنا حددناه ب 10 نيوتن متر. عند الزمن خمسة راح تبدي العزم يزداد بميل او بسلوب معين قيمته 4. الان بعد ما نشغل الماكينه على هذه الوضعيه او بعد ما نشغل النموذج على هذا الوضع راح نجي نختار اول شيء انه بدون ال PID controller وبعدين نشغل مع وجود ال PID controller. فراح نلاحظ انه بالفيجر هذا رقم 4A الحالة اللي راح نحصل عليها اللي السرعة، فراح نلاحظ انه السرعة راح تبدي تزداد من الصفر الى قيمة ال 200 اللي احنا حددناها وتثبت على قيمة ال 200 ما تزداد عن هذه القيمة، وبعدين السرعة راح تظل تنزل عند الزمن 5، هذا عند الزمن 5 راح تبدي تنزل السرعة مع استمرار العمل إلى قيمة توصل تقريبا إلى 50، إلى قيمة تقريبا توصل 50، عفوا هنا السرعة ثبتت مو على 200، هاي 200
هذه 250 جبت في السرعة 250 هذا يصير العمل هنا without PID، يعني هنا PID ما مربوط عندي العمل بدون PID. فلاحظنا الأشياء الآتية، أولا أنه السرعة يعني مالت الماكينة هي 250 RPS، واللي صار أنه عند الزمن 5 لما دخل عندي العزم جديد وظل يزداد هذا العزم، لما دخل عندي عند الزمن 5 وظل يزداد العزم بميل معين قيمته 4، لاحظنا أنه السرعة كل ما يزيد العزم على الماكينة السرعة تهبط، وهذه جدا من خصائص السيريس كونكتد دي سي موتور، انه كل ما يزيد العزم عليه كل ما يقل السرعة ويقل العزم اللي راح يتولد عن هذه الماكينة، وبصورة يعني خلينا نقول تتأثر بزيادة الحمل بصورة بالغة. الشكل الثاني هذا راح يكون هو انه بعد ما جينا احنا ربطنا الـ PID كنترولر وعلى نفس الوضعية انه عند الزمن 5 ايضا راح يبدي يدخل عندي العزم، فنلاحظ بالبداية انه السرعة ظلت تزداد من الصفر الى ان ثبتت هنا هذه على 200، وثبتت بقت ثابت السرعة على 200 وننتظر الى الزمن 5. عند الزمن 5 اللي هو الزمن اللي راح يبدي يزداد بالعزم يزداد الحمل على الماكينة، راح نلاحظ انه حصل عندي انخفاض بالسرعة عن قيمة 200، وتحاول دائما الـ PID شنو؟ تحاول كل ما يصير انخفاض بالسرعة الـ PID يحاول يرجعه على قيمة 200، كل ما تحاول العزم يزداد والماكينة تريد تقل السرعة مالتها الـ PID شو يساوي؟ يحاول يرجع القيمة مالت السرعة على قيمة 200، نلاحظ هاي المحاولات مستمرة والسرعة تقريبا ثابتة على قيمة 200 مع ايرور سيجنال بسيطة جدا، يعني تكاد لا تقاس او تكاد لا تكون محسوسة بالنسبة للماكينة. فاذا لما نجي نقارن بين هذه الحالتين راح نلاحظ انه الـ PID عندي نجح بعملية تثبيت السرعة، اذا نقارن بين هذه الحالتين عند الزمن خمسة هنا بدون الـ PID السرعة نزلت، ومع استمرار زيادة بالعزم وصلت عندي اخر شيء الى قيمة 50 RPS، بينما نلاحظ هنا انه دائما الـ PID يحاول كل مرة كل ما يزداد العزم راح يحاول انه يرجع السرعة الى قيمة 200، وفحافظ لي على السرعة عند قيمة 200 مع قلنا ايرور سيجنال او قيمة بسيطة غير محسوسة. الى هنا تكون اثبتنا انه الـ PID عندنا اشتغال بصورة صحيحة. نجي على الجزء الرابع من تجربتنا لهذا اليوم اللي راح نتناول به الديسكشن او المناقشة اللي راح يكون مطلوب منكم بها بالتقرير اللي راح ترفقوه لنا الاسبوع القادم الاشياء الاتية. النقطة الاولى مطلوب من عندك ان تسوي سيميليت لهذا الموديل نفسه، تسوي محاكاة لنفس هذا الموديل اللي ربطناه بهذه التجربة، وبدل ما استعملنا بلوك السلوب للحمل للعزم او الحمل راح نجي نستعمل هالمرة بلوك ستيب. بلوك ستيب هذا راح تنتقل به العزم من قيمة الى قيمة بستيب واحدة. شنو هذا اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه عند الزمن 5 نفسه هذا اللي قبل شوي اشتغلنا عليه راح ينتقل عندي العزم من 10 نيوتن متر اللي هو مدخلي احنا اساسا والماكينة قاعد تشتغل عليه، عند الزمن 5 راح ينتقل العزم على الصفر. يعني ايش راح يصير؟ يعني كأنما انه الماكينة اللي تشتغل تدور وفجأة فلة خلينا نقول الحزام اللي مربوط مع الشفت مال المحرك او انقطع هذا الجهاز الناقل او الحزام الناقل المربوط عليه الحمل، وصارت الماكينة اللي تشتغل عند حالة نو لود. فشنو راح يصير بهذه الماكينة؟ هو هذا راح نشوفه بحالة السيميليشن الآتية. لاحظ انه القيمة الابتدائية كانت 10 نيوتن متر، قيمة الفاينل او القيمة النهائية راح تكون صفر، انه بلحظة معينة الماكينة فقدت الحمل مالتها. فش راح يصير في هذه الماكينة؟ طبعا تشغيل الماكينة راح يكون على نفس البارامترز اللي مذكورة بالتيبل رقم 1 اللي شفناه اللي فوق. فبالنقطة الثانية هنا مطلوب من عندك انه تعطيني اول شيء السرعة والشكل مالت العزم والشكل مال تيار الارميتشر او تيار الماكينة عند حالة شنو؟ عند حالة without PID بدون اضافة PID. تشغل الماكينة على الـ VA مباشرة على 120 فولت مباشرة مال الـ VA، وتفلت او تخلي هذه الحالة حالة انه العزم ينتقل من العشرة الى الصفر عند الزمن 5
وتشوف عند هذا الزمن شنو راح يصير بالماكينة إذا كانت تشتغل بدون الـ PID، وبعدين ترجع تربط الـ PID وتنفذ نفس العملية وتشوف الفرق الآن اللي راح يصير. أيضا تلاحظ على السرعة والعزم وتيار الـ IIA أو تيار الماكينة. بالنقطة رقم 4 راح يقول لك يعني هنا يعني شنو هو التعليق مالتك على الفرق بين السيجنالز اللي راح يصير بين الخطوة رقم 2 والخطوة رقم 3 اللي مذكورة هذا هنا بالديسكشن. الخطوة رقم 2 و 3 اللي هي واحدة راح تكون تشتغل بدون الـ PID والثانية راح تشتغل مع الـ PID، شنو الفرق بين هذه الحالتين؟ فثبت هذه التعليق مالتك والشيء اللي راح تلاحظه على الفرق بين هاي الإشارتين للسرعة. إلى هنا تكون يعني انتهى شرحنا لهذه التجربة. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من تجربتنا اللي هو خاص بالدائرات، راح نربطها على برنامج الماتلاب. الآن راح نجي أول شيء على المكتبات ونبدي نجهز العناصر أو البلوكات اللي راح نحتاجها من هذه المكتبات. مثل ما ذكرنا انه راح نحتاج احنا الى مكتبة السينك، هذه راح نحتاج من عندها الى سكوب، وراح نحتاج ايضا الى مكتبة الكنتينوس، راح نحتاج من عندها الى انتجريتر هذا حتى مثل دي ال اي، ونحتاج من عندها ايضا الى الدريفيتيف ونحتاج من عندها ايضا للدريفت، هذا هو اول واحد. من مكتبة الماث اوبريشن راح نحتاج الى الاد هذا، راح نحتاج ايضا الى Protect أو Gain، عفوا هذا موجود الآن قدامنا ننزله، ونحتاج إلى الـ Protect هذا، ونحتاج إلى الـ Sum، كذلك راح نحتاج من مكتبة الـ الكنتينوس، اتوقع بعد ان في بالكنتينوس ما نزلنا اللي هو الترانسفير فريكشن، هذا مهم نحتاج الترانسفير فريكشن. كذلك عندي بعد من مكتبة السيجنال احتاج الى المفتاح اللي هو هذا، العفو مكتبة السيجنال روتينج احتاج الى المانوال سويتش هذا هو، واحتاج بعد اضافة الى ذلك من السورسز، مكتبة السورسز راح نحتاج من عندها الى بلوكات ثلاثة اللي هو بلوك ستيب اللي هذا راح نحتاج الديسكشن، ونحتاج من عندها ايضا بلوك الكونستانت هذا، راح نحتاج التمثيل السرعة الريفرنس والـ VIA، ونحتاج أيضا دالة الرم هذه اللي مثل بيها السرعة المتزايدة أو العفو العزم المتزايد السلوب. فهذه هي تقريبا الأجزاء الأساسية اللي راح نحتاجها بتجربتنا لهذا اليوم. هذه فقط هي الأجزاء الأساسية، بعدها راح نربط هذه الأجزاء مثل ما موضحينها عندنا بالشكل. نبدي من اليسار باتجاه اليمين، عندك هذا الكونستانت راح نمثل به السرعة هنا اللي هي الأوميجا آر ريفرنس اللي قيمتها احنا مختاريها قيمتها 200 هنا هذا بهذا القيم. عندك هذه دالة السم راح نخلي واحد من عندها زائد والآخر ناقص حتى تنفذي عملية الطرح بين قيمة الرفرنس وبين الأكتوال أوميجا آر قيمة حقيقية للسرعة اللي راح أخذها منها. وعندي هنا تدخل إشارة الإرور للـ PI
PID controller, عندك هذا الجين راح ادخل به قيمة البي قيمتها محددة هنا 20، وهنا الاي هذا قيمة الاي نخليها قيمة 5، وهذا الكسب الاخر او الجين قيمة الدي قيمته 1.8. هنا هذا الانتجريتر راح اجد يعني ما اتلاعب بالقيم مالته مباشرة اربطه، كذلك الدريفيتيف، بعدين الاخراجات مال هذه البي والاي والدي كلها اوديها على الاد واجمعها بهذا الاد، والناتج اللي راح يطلع من عندها اوديه على الجزء الاسفل من هذا السويتش. الجزء الاعلى راح اربط له الفي اي مباشرة، الارميتشر فولتج مباشرة، واخليه بالبداية يشتغل على الوضعية العلوية او على خلينا نقول الوضع العلوي للمفتاح اللي مباشرة ياخذ الارميتشر من دون الربط مال البي اي دي. هنا عندي الـ VA هذا اللي راح يجي سواء كان من الـ Constant أو من الـ PID راح يروح هو نفسه لتغذية الـ Armature أو للـ Field باعتبار أنه نفس المصدر. هذه هنا هي الـ Transfer Function خلينا نقول دائرة المجال ودائرة الـ Armature. راح يكون طبعا هنا هذا البسط واحد، المقام قيمته راح يكون LAA زائد LF مضروبة في RA زائد RF. الخرج راح يكون طبعا هو عندي هو نفسه الـ IA أو الـ IF هو نفس الشيء، راح ينضرب بقيمة الـ IA مرتين حتى ينتج لي هنا عندي شنو، راح ينتجني مع ضربة بعدين بقيمة الثابت اللي هو الـ Mutual Inductance الـ LAF، راح ينتج لي العزم الكهرومغناطيسي. هذا العزم الكهرومغناطيسي راح اجي يعني اضيف له واطرح من عنده العزم مال الحمل، عزم الحمل اللي راح انفذه باستعمال دالة الرامب هذه، وهذه مثل ما ذكرنا دالة الرامب راح نخلي السلوب 4، وقيمة اللي راح تبدي بيها يعني اللي راح تبدي بيها التغيير هو قيمة 5، والانيشال اوتبوت الانيشال اللي راح يصير يعني هو يعني راح يبدي عند الزمن او عند قيمة العزم TL اللي انا محددها TL هنا بالقيم هذه قيمتها 10 نيوتن متر. بالاخير راح تروح هذا على الترانسفير فانكشن اللي تحدد لي او تخرج لي قيمة السرعة اللي هي عبارة عن 1 على J والتي ام، فراح تخرج هنا عندي السرعة مثل ما قلنا، هذه السرعة راح تروح في السكوب حتى اشوفها، كذلك هنا هذا العزم راح يخرج السكوب حتى اشوفه، هذا التيار اللي هو الاي اي هو نفس الاي اف راح يخرج لهذا السكوب حتى اقدر الاحظه واشوفه، والسرعه هاي نفسها راح تروح تغذي لي هنا او تنطرح من الريفرنس حتى يطلع عندي اشاره اليورو. هسه اللي راح يصير انه انا راح اجي اخذ هذه القيم اسوي لها كوبي وانزلها على البرنامج الماتلاب عندي هنا وادخلها للورك سبيس، اذا تلاحظون هنا تعرفت بالورك سبيس، بعدين راح ارجع اشغل هذه المنظومه على عند الزمن، طبعا الزمن راح اختار 25 واشغل المنظومه هذه على هذه الوضعيه اللي اختاريتها انه بدون الـ خلينا نقول الـ PID الان تشتغل المنظومه، والمنظومه المربوطه على عزم او تسوي حاله سيميليشن على عزم متزايد عند الزمن 5. الآن بعد ما اشتغل خلينا نجي نشوف السرعة. السرعة إذا تلاحظون طلعت عندي بهذا الشكل، ما شفناها ايضا بالشيت السرعه راح تكون اول شيء تصعد من قيمه الصفر الى ان توصل الى قيمه 250 وتثبت على قيمه 250، بعدين عند الزمن 5 راح يبدي يزداد عندي السلوب، راح يبدي يزداد عندي هذا العزم، راح يبدي يزداد، فاللي راح يصير عندي انه كل ما ازداد العزم كل ما لاحظ ان السرعه بدات عندي تنزل الى ان نزلت الى قيمه تقريبا 50 RPS. هذا بدون وجود الـ PID. الآن بعد ما راح أجي أربط الـ PID راح أجي أشوف الدائرة مرة ثانية أشغلها الآن
وأجي أشوف السرعة مرة ثانية على نفس الوضعية طبعا، فراح ألاحظ أنه السرعة عندي هالمرة صعدت من الصفر إلى قيمة 200 وثبتت عند قيمة 200، وعند الزمن 5 لما بدخل عندي العزم نشوف أنه السرعة عندي دائما ثابتة على قيمة 200 وما تغيرت، ما صار عندي هذا النزول اللي صار بالحالة السابقة. الآن المطلوب من عندكم بالديسكشن أنه أنت تحول الدائرة أو أنه نفس هاي دائرة العزم حاول تربطها عن طريق مفتاح وتربطها لهذا البلوك اللي هو ستيب. بهذا الستيب شنو راح تخلي؟ راح تخلي أنه الزمن اللي راح يتحول به الستيب هو زمن 5، القيمة البدائية اللي يشتغل بها هي 10 أو نفسها تقدر تدخل هاي TL، القيمة الفاينل 0، القيمة النهائية 0، اللي هو معناته شنو راح يصير؟ معناته أنه عند الزمن 5 راح الماكينة تفقد الحمل مالتها، الماكينة راح تشتغل فجأة بدون حمل at no load. فشنو راح يصير بالماكينة؟ فراح نرجع مرة ثانية بهذا السويتش نخليه بدون الـ PID ونشوف الماكينة شنو راح تشتغل. إذا تلاحظ الآن هنا راح يطلع عندك هذا الشكل، راح يطلع الشكل عندك إنه السرعة بدأت تزداد ووصلت إلى 250، هاي يعني شيء اعتيادي ما صار عندي هم بالحالة السابقة. لكن عند الزمن 5 هنا لما بدأ الماكينة فقدت الحمل مالتها وبدأت تشتغل عند النولود، لاحظ السرعة شلون قفزت عندك قفزة مباشرة من 250 إلى قيمة تقريبا 700 أو شوي أقل من 700 RPS، فقفزت يعني قفزة هائلة بسبب الشيء اللي صار اللي هو الماكينة يعني فقدت الـ العزم او فقدت العفو الحمل، فقدت الحمل مالتها بصورة مفاجئة. طبعا هذا شكل العزم، شكل موجب بالعزم. هذا هو شكل موجب العزم، وهذا هو شكل موجة التيار الماكينة. عند هذه الحالة الخاصة اللي هي لما الماكينة تفقد العزم أو تفقد الحمل مالتها، شنو اللي راح يصير بهذه الحالة؟ اللي بقى عندي شنو؟ اللي بقى عندي النقطة الرابعة او النقطة الثالثة بالمناقشة، اللي انه اشغل نفس الحالة انه الماكينة تفقد العزم او تفقد الحمل مالتها ويظل تشتغل عند النولود، لكن هالمرة مع وجود الـ PID كنترولر، فراح اغير هاي وضعية السويتش على الوضعية الثانية او السفلية حتى تشتغل الماكينة على الـ PID، وارجع اشغل الماكينة على هذه الحالة واشوف الشكل مالت السرعة. اذا تلاحظ الان انه شكل السرعة راح تلاحظ ان الماكينة زاد قيمتها السرعة بيها من الصفر الى 200، تبتت على 200 اللي انا محددها. عند الزمن 5 لما فقدت الماكينة الحمل، اذا تلاحظ شوية صار ارتفاع بالسرعة لكن قليل جدا تقريبا غير محسوس، ورجع الـ PID حاول يرجع السرعة الى ان رجعها وبقى محافظ عليها على عند قيمة 200، ما خلى السرعة تزداد وتقفز الى قيم عالية جدا قد تؤدي مثل ما ذكرنا إلى أضرار بالماكينة نفسها، وقد تؤدي إلى إصابات بالغة بالنسبة للعاملين حول الماكينة. يعني هذه ماكينة DC كانت سيريز موتور، إذا يعني حصلت فجأة وانقطع القايش اللي مربوط مع الشفت مالت الماكينة اللي طبعا مربوط عليه الحمل اللي مسلط على هذا الماكينة، فجأة انقطع، ممكن هذا الشيء او الحادث الميكانيكي يعني يحدث لأي سبب كان، فراح يعني تكون عندك يعني خطورة بالغة على العاملين اللي محيطين بالماكينة، وقد تؤدي مثل ما ذكرنا الى اضرار بالماكينة نفسها. اذا نلاحظ هنا الشكل مالت العزم بهذه الحالة، حالة وجود الـ PID، وهذا هو الشكل مالت التيار مال الماكينة بحالة وجود الـ PID أيضا.
إلى أن تكون انتهت تجربتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن إطلاعكم، وإذا أكو أحد عنده أي تعليق أو أي سؤال على تجربة لهذا اليوم، حاول أنه يضيفه على الكلاس روم أو يضيفه على التعليقات في اليوتيوب، حتى يكون يعني يقدر كل الطلاب أنه يطلعون عليه. شكرا لكم مرة ثانية.